حبايبي ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كعادة حلقتنا يوم الخميس بتبقى في الخفيف كده اللذيذ. عايزه اقول لكم ان وصفه النهارده الاساسيه والرئيسيه اللي معايا بناء على طلباتكم. طلبتوا مني البيض الاسكتلندي واستغربت ان انا ازاي فاتني وما عملتوش كل الايام اللي فاتت دي. النهارده هنعمل البيض الاسكتلندي اللي هو مغذي جدا للاولاد وكمان مش هقليه، يعني انا هعمله مغذي جدا للاولاد وصحي كمان بشكل كبير. اقدر احطه في سندوتشات اديه الولاد معايا المدرسه، ياخدوه معاهم المدرسه، وكمان ينفع جنب اي شويه رز، ممكن ينفع كمان لوحده في عيش فينو في عيش بلدي، ينفع يتقدم جنب اي حاجه، شويه مكرونه. الفكره لذيذه واي حد ما بيحبش البيض هيحبه بالطريقه دي. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. يلا بينا. اول حاجه انا عندي هنا بيض مسلوق، انا عامله 6 وجايبه نص كيلو لحمه مفرومه. اتفقنا؟ اتفقنا. هحط عليها كل حاجه هتبقى جافه، مش هحط بصل خشن، مش هحط اي حاجه خشنه عشان عايزه اللحمه المفرومه عندي تكون ناعمه. طيب هحط عليها ايه؟ بصل بودره وتوم بودره، بابريكا، 7 بهارات، ملح وفلفل اسود ومستارده. مش عندك خلاص مش مشكله، بس هي بتدي طعم حلو قوي يا جماعه. وبعدين هروح عامله البيض الاسكتلندي واروح حاطاه بقى في خليط من اول طبق دقيق، تاني طبق بيض ولبن، تالت طبق فيجيتار او بقسماط اللي موجود عندك. هقول لك تاني المقادير بتاعتي ايه. عندي هنا بيض مسلوق خلاص، وعندي هنا نص كيلو لحمه مفرومه، بصل بودره، توم بودره، بابريكا، 7 بهارات، ملح وفلفل اسود، معلقه كبيره مستارده، وممكن تشيليها لو مش موجوده. وهعمل 3 اطباق قدامي، الطبق الاول دقيق، الطبق الثاني بيض ولبن، الطبق الثالث فيجيتار او بقسماط، وللتقديم شويه ايه بقدونس كده حلوين مفرومين. زي ما قلت لكم انا عايزه عندي هنا اللحمه المفرومه تكون ما فيهاش اي حاجه خشنه باينه، علشان كده هستخدم كله بهارات، يعني توم بودره، بصل بودره، وطبعا انتوا عارفين اكتر حاجه احطها هنا هي البصل البودره بديلا ليه، طبعا اكيد مش بديلا للبصل في طعمه لكن هيديني النكهه. وكمان هحط توم بودره بس مش بنفس كميه مين البصل البودره. البيض المسلوق، طيب عشان كتير قوي بحس ان بجد البيض المسلوق مشكلة عند ناس كتير. يا فيفا ده احنا بنعمل البيض نيجي نقشره القشرة كلها تطلع فيه الـ 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 البيض كله او البياض يطلع فيه القشرة، فالناس تتبرع وتقول لها ايه اصل هو طازة. لا يا جماعة مش عشان هو طازة ولا عشان اي حاجة، في خطوات وطريقة لسلق البيض حتى لو كانت بسيطة او في ناس كتير شايفاها بسيطه، بس في طريقه تخليه ناجح والقشره تتقشر، ما يكونش عندي حاجه لازقه في القشره وما عنديش اي هوادر. ازاي؟ اول حاجه انا بحط البيض في الميه تمام، واحطها على النار من 10 دقائق ل 12 دقيقه، وبعدين بشيل البيض احطه في ميه ساقعه على طول او احطه تحت الحنفيه على طول. طيب بحط حاجه مع البيض وهو بيتسلق؟ انا ما بحطش اي حاجه. كفيل قوي قوي ان انا اخد البيض اللي اتسلق في الميه السخنه ده لمده 12 دقيقه اقصى حاجه يا ستي 15 دقيقه ربع ساعه، وبعدين اروح احطه في ميه ساقعه على طول، وبعدين ابدا اقشره. القشره هتطلع عندك زي الفل والبياض مش هيطلع مع القشر ابدا. اتفقنا؟ اتفقنا. نيجي بقى للحمه المفرومه الحلوه بتاعتنا. الاكله دي مغذيه جدا جدا، فانا يعني هحتفظ انها تكون مغذيه ومش هخليها دسمه ولا تقيله، هخليها صحيه باللي انا هعمله فيها. طيب ادي البصل البودره، قلت لكم هنحط ايه معلقه حلوه كده، وبعدين الثوم البودره اهو، ورشه 7 بهارات بسيطه، وعندي المستردة اهي، وطبعا ايه ادي الفلفل الاسود، وادي الملح هجيب تاني، وعندي كمان البابريكا كلون، يعني مش عندكم مش مشكله. بصوا بقى هعمل ايه، انا هعجن ده كويس قوي، كل ده هعجنه في بعضه لحد ما احس كده ان كل حاجه بقت واحده، تجانست تماما كل البهارات اللي انا حطيتها مع المستردة
ما بحطش بيض جوه، كفاية البيض اللي هحطه في ايه يعني في اللحمة المفرومة، ما بحطش بيض، انا عايزاها بالشكل ده اهي. اعجنها كويس قوي، سهلة وسريعة وبجد هتعجب الولاد قوي، ممكن ياكلوها بكاتشب لو بيحبوه. تتعمل سندوتشات زي ما بقول لكم وياكلوها، ويحطوا عليها بقى اي حاجه هما بيحبوها اهي. واللي طلبتها الام اللي طلبتها علشان ابنها مش بيحب البيض، فهي عايزه تدخل له البيض في اكله مختلفه يحبها، فهي فعلا يا جماعه الاكله دي لذيذه جدا. بصوا بقى هعمل ايه، اروح ماسكه كده فرداها، وممكن هقول لكم برده ممكن اعمل ايه تاني اهي، واروح حاطه البيضه كده واقفل عليها اهو. حاضر، اقفل عليها بس ايه تدرى كلها ما سيبش حاجه اهي. بصوا بقى شكلها ايه، واعمل كده كده ويتقفل عليها تماما اهو، شايفين فيش البيضه مش باينه. طيب هعمل ايه بقى، احطها كده، هعمل كله الاول علشان اخلص كله وابدا بقى اقسم بقى الطبق الاولاني الطبق الثاني الطبق الثالث. زي ما قلت لكم الطبق الاولاني دي فقط لغير بالترتيب كده، الطبق الثاني بيض زائد شويه لبن، اللبن بيخلي لي الموضوع سلس، البيضه كده ما تشيلش معايا وتديني كميه. الاخير ليكوا اختيارين، يا اما فيجيتار يا اما بقسماط اللي انتوا عايزينه. متفقين؟ متفقين. تعالوا نعمل واحده تانية اهي. حاضر اهي، شايفين سهل قوي، واروح حاطه البيضه واروح قافله بقى كده واحده واحده على البيضه ومدرياها كلها اهي، بس كده ما يبقاش فيها اي حاجه ظاهره، بس كده اهي عامله زي الكوبيبه بس معتبره شويه، بس كده مهمة تتغطى كويس جدا. طيب وبعدين هقول لكم بقى، وبعدين بعد ما اخلص الكميه بتاعتي ونشوف بعد الفاصل هنعمل ايه، استنونا. بصي ست بيضات نص كيلو لحمه مفرومه بالظبط، ست بيضات نص كيلو لحمه مفرومه بالظبط اهو، زي ما بقول لكم كنت اقول لكم سمبوسك كوبيبه بس ايه يعني ايه كبيره، هو الشكل ده اللي انا عايزاه. وبعدين عندي هنا بيضتين اهو، هروح كسراهم. طب انا هكسر بيضه الاول واحده مش هاخد الثانيه عشان ممكن ما احتاجش، وبعدين احط ايه عليها شويه لبن، وكالعاده بيض يعني رشة ايه فلفل اسود ورشة ملح اهي، وايه قلب قلب خلاص. ده اول طبق معايا، لازم ايه ارب البيض كده كويس عشان ما يبقاش فيه اي خيوط من الايه الزلال او البياض بتاع البيض. طيب على جنب، واروح جايبه طبقين، الطبق الاولاني كده احط فيه الفيجيتار، والتاني احط فيه ايه الدقيق، وهرصصهم بقى كده جنبي ازاي اهو. هعمل ايه بقى، هروح واخده من هنا اللي هي ثانيه واحده اجيب الصاج، انا قلت لكم ان انا مش هبهدل اللي انا بعمله واروح الياه، انا عايزاها مغذيه ما فيهاش دهون، صحيه مناسبه لاي حد ممكن ياكلها. طيب هعمل ايه، هروح واخده عندي هنا البيض الاسكتلندي واروح حطاه في الدقيق الاول، خلاص ماشي، كل خطوه هعملها كلها الاول علشان البهدله عشان ما اغيرش تاني الجوانتيات بتاعتي، لكن طبعا انت ممكن في البيت تعمليها زي ما انت عايزه يعني اهو. ياخد كل ايه كوره، اغطيها الاول بمين
بالدقيق، بغلفها كده، بعفرها اهو. خلوا بالكم لو جربتوا تعملوا 7 بيضات فهتضطروا ان انتوا تقصوا من كل كمية بتاخد تغطي البيضاية، فهيبقى عندكم مثلا حاجة مكشوفة. لا انا عايزاها كلها مقفولة عليها، انا لقيت حاجة مكشوفة كده وانا شغالة بصوا بروح ايه مظبطاها اهي، واغطيها برضو بالدقيق عشان الاكلة تطلع حلوة وناجحة. طيب اشيل الدقيق خلاص انا مش عايزاه. يلا بقى عندي هنا ايه البقسماط او الفيجيتار، انا هستخدم فيجيتار. هروح عامله ايه بقى هنا، منزله كده الكوره بتاعتي في قلب البيض باللبن، واروح مطلعه على مين، على الفيجيتار او البقسماط بالايد التانيه، واروح مغلفه كده اهو، بكور كده وانا بحط يعني طبعا ببقى حريصه بس في نفس الوقت ايه اروح مكورها وايدي عليها بضمها على بعضها. خلاص جاهزت معايا، اروح حاطاها هنا عندي فين في الصاج. لا انا مش هقلي، انا مش هقلي، مش انا قلت لكم انا مش هقليها؟ جريتوا على الزيت، الزيت ده للوصفه الثانيه. انتوا لو مركزين معايا تعرفوا ان انا مش هقلي. طيب ادي البيض ايد وايد واروح حاطه هنا في الفيجيتار او البقسماط. هتقولي لي ايه طب انت اخترتي فيجيتار؟ فيجيتار فيه بهارات وتوابل فبيطعم لي الطبقه الخارجيه، فبيديها كده طعم برده، ما تبقاش ساده اهو. خلاص واخلص كل الكميه اللي عندي، لكن طبعا لو عندك ايه بقسماط فاوكي، لكن انا دايما في التغطيات اميل قوي قوي للفيجيتار، ولكن الا مين، الا البوفتيك السكالوب ده لا يمكن، هو البقسماط لو ايه لا مش هحط عليه فيجيتار. ليه؟ ان هي الوصفه كده حلاوتها في انها تتعمل زي ما هي من قديم الازل واحنا بنعملها وبناكلها، في حاجات كده ما تحبش الافتكاسات. طبعا انا عندي هنا بشتغل بايه، بايد في البيض بصوا، واروح عند ايه البقسماط واشتغل بالايد التانية، اغطيه تماما اتمكن منه. ليه بقى؟ علشان ما اعملش هادر هنا يا جماعه في البقسماط او الفيجيتار فلاقي عندي الحاجه نشفت وبقى فيها حتت ولازقه، فما تدينيش نتيجه لطيفه، وما تلزقش كمان عندي هنا في الحاجه بالنعومه دي اهو. عشان كده هتلاقوني ايد هنا خلاص ببهدلها بالبيض، خلاص عجينه. لو انا رحت بدي هنزل ايه، هخليه كله معجن، يبقى عندي هالك اضطر ان انا انخل، وبعد ما انخل اروح عامله ايه، اروح مرجعه تاني وضايفه عليه، لكن لا اهو بس كده تمام التمام وحطه. عارفه بقى انا عامله ايه في البيت عشان انا هرشه بشويه زيت؟ تقولولي بس يعني معلش احنا ما عندناش الرش ده، في محلات كتير بتبيع البخاخات دي وباسعار بسيطه جدا، هتحطي فيها شويه زيت ايا كان، زيت زيتون زيت عادي اللي انت عايزاه وهتستخدميه. طيب ما ينفعش بفرشه؟ ينفع بفرشه، بس انا مش عايزه وانا شغاله بالفرشه اروح شايله الطبقه مثلا، لا انا عايزه زيت سبراي اهو. خلصت هشيل كل ده كده واقول ايه شكرا للثلاث ايه اطباق بس كده. هعمل ايه بقى؟ هروح جايبه البخاخ ده اللي قلت لكم عليه اهو معايا من اي مكان، او اي ازازه عندك طبعا نظيفه فله ممكن تستخدميها وتحطي فيها شويه زيت زي ما انا عامله كده، وهبدا بقى ايه اروح رشه اهو على البيض الاسكتلندي اللي انا عملته اهو. شايفين الزيت؟ ممكن طبعا بفرشه برضو. هلاقيه بقى اتحمر كانه بالظبط ايه دخل
او نزل في الزيت، احنا هندخله الفرن لكن هو هيتحمر بالظبط كانه ايه نزل في زيت واتقل عادي جدا. بس كده وتعالوا ندخله الفرن. طبعا انا عندي هنا البيض مستوي، خلوا بالكم يعني انا عايزه اسوي ايه، انا عايزه اسوي عندي هنا اللحمه، واللحمه المفروض ما تاخدش وقت في التسويه. تعالوا ندخله. الفرن يشتغل بس من تحت، ما يشتغلش من تحت ومن فوق، يشتغل بس من تحت وابص عليه، وممكن لقيت الوش اللي فوق استوى تمام اروح ايه مدحرجاه كده يعني مديه لون للحته اللي مش واخده لون. هنعملها مع بعض. خلاص هو ده البيت الاسكتلندي. اوعى علشان تقولوا ده اسكتلندي يبقى مقاديره صعبه مستحيله مش هنلاقيها، اديكوا شايفين عباره عن بيض ولحمه مفرومه وشويه بهارات موجوده في كل بيت وتوابل يا معلقه المستردة وبيض وبقسماط ودقيق وبس كده.